اليوم وفي إطار احتفالات المخلد العيدي للاستقلال والشباب، شهدت بلدية سيدي خالد افتتاح مسبح نصف أولمبي وملعبين جواريين. تدخل هذه في إطار تدعيم الشباب خاصة ونحن في فترة صيفية، وبرامج مسطرة من قطاع شباب الرياضة للترفيه وتغطية العجز المسجل في المنشآت الرياضية. اليوم بلدية سيدي خالد تم بها افتتاح مسبح جواري من أحسن المنشآت التي تم إنجازها. ننتظر في القريب القادم إن شاء الله نسجل مشاريع أخرى تضم بلديات 6 ولاية جبل.